اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريم في بلاد الامريكان. وزي ما عودناكم كل فتره كده بنعمل حلقه على منتجات عجباني. النهارده هنعمل لكم حاجات على حاجات بنستخدمها كتير في البيت، واتمنى الحلقه تعجبكم. اول حاجه هنتكلم على الجلاس كليرن كلي الجلاس كلينر. ده حاجه اسمها سبراي واي، ده حاجه تحفه. يعني انا بستخدمه في على الجرانيت، على الاستانلستيل، على الازاز. ده حلو قوي وبيساعدني جدا في التنظيف، انا بصراحه بحبه قوي. يعني الحاجات الحلوه الاربعه بيبقوا مع بعض $8، بتلاقيه موجود في سيمز وبي جي ولوز، وبيبقى موجود كمان انديفيجوال في وول مارت. بس طبعا التوفير لما بتجيبيها من حد من اللي هو الوير هاوسز بتبقى حلوه وجميله. وده من الحاجات اللي انا بستخدمها ما بستغناش عنها جدا، يعني من ساعه لما انا استخدمته وانا ما عدتش بجيب الويندكس، يعني حتى ازازه الويندكس تحت الحوض بحالها. يعني من الحاجات برضو اللي جربتها عملت عليها حلقه قبل كده لوحدها كانت اللي هي السكراب دادي. السكراب دادي دي حلوه جدا يا جماعه، يعني في انواع واشكال منها. في اللي هي دي انا بستخدمها كليفه عاديه، بس انا هطلعهالكم. يعني شايفين دي انا بستخدمها كليفه عاديه، ليفه اسفنجه بغسل بيها المواعين العادي، فدي حلوه انا بستخدمها حلوه قوي. دول الاربعه تقريبا $4، الاربعه دول $4. وفي دي طبعا منها دي الخشنه شويه، في انواع، وفي واحده عليها سلك، وفي يعني انواع. فدول من اكتر الحاجات اللي انا عجبتني، دي ودي. دي برضو هتلاقوها هي الواحده $4، بس كاسكو بيجيب الثمانيه $16. كمان كان لوز حاطتهم على اخر الصيف اللي فات، كان حاطط الباكج كله $7، اللي هي كانت فيها 10 وحدات تقريبا، فانا عندي كميه وعيناها. يعني دي برضو كانت كويسه، يعني من ساعه لما جيت امريكا كنت بستخدم دي. بس لما السكراب دي طلعت انا استغنيت عنها. يعني شوف دول بقى لهم مثلا فتره معايا لسه موجودين، انا يعني ما رمتهمش بس سايباهم موجودين. بس طبعا دي هي الوهم والخيال اللي انا بحبها جدا. طيب ده بقى ده نوع جديد انا اكتشفته السنه يعني اول السنه دي اخر السنه اللي فاتت. ده تحفه، يعني ده تحفه تحفه تحفه. هو فيه منه 3 انواع، في منه اللي بريحه الورد، وده يعني من احلى الارواح اللي انا جبتها في الارض، وبتعمل ريحه حلوه قوي للبيت. في كمان اللافندر مش قد كده، الفابلوس اللافندر احلى في الريحه منه. وفي كمان لون اخضر كده عامل زي اللي هو وقت الشتاء ده، اللي هو بتاع الزهره اللي هم بيحطوها، مش فاكره اسمها ايه، هي اللي عامله زي الخرشاف كده. فده من الحاجات الحلوه، وده مش موجود غير في وول مارت، ما شفتوش بصراحه غير في وول مارت. والازازه دي تقريبا $3 او $4، يعني في نوع ب3 وكسر، وفي نوع ب5، متهيألي دي الكبيره، وفي نوع ب12 الكبير يعني. فانا بجيب دي دايما، ولما بتخلص بجيبها على طول. انا جربت ال3 انواع التانيين. الاخضر برضو مش من يعني ريحته قويه، بس يعني انا همشي مع ريحه ال ال الورد اكتر. ده معطر للغسيل، شايفينه ده بيتحط زي الدوني كده، بس انا ما بستخدموش دي كتعينات. برضو من الحاجات الحلوه، بس انا اللي انا بحبه الدوني، انا ما بحبش ده قوي لان بحس انه بيفضل في الهدوم. هاني التري قالوا لي بتستخدميه غلط، لا بس انا يعني انا ما حبيتهوش، انا حبيت الليكويد اكتر. انا بحب الليكويد، يعني انا بحط الليكويد قوي في الغسيل. لغسلت الاطباق عشان احنا بنغسل الاطباق بتاعتنا والكلام ده، الكاسكيت ده حلو برضو، واللي هو الباور واي. يعني في خلوا بالكم في انواع، فيه في الباور واي، وفي اللي هو البلاتينيوم بلس، وفي واحد تاني حاجه اسمها بلاتينيوم باور. انا فاكره ان لما جيت اجرب حاجه في الغساله عندي كان ريكومنديشن انا اجيب ده واغسلها بيه الاول قبل ما يجوا يصلحوها، لما كانت الغساله عندي بايظه. ف ده من الحاجات الحلوه ان الواحد يستخدمها لغساله الاطباق، سواء الكبسوله او الليكويد. انا بستخدم الليكويد ليه؟ ما بيطبعش في الكوبايات، العام بيستخدم كوبايه ازاز بيلاقيها دايما يعني ايه بيسموها ايه مشبره كده، لا ده النوع ده اللي هو الليكويد بيبقى احلى يعني بصراحه. وطبعا الحاج ده اللي هو السكراب بابل ده برضو من الحاجات الحلوه جدا، هو فوم لتنظيف الحمامات والكابن بتاع الحمامات والكلام ده. انا بستخدمه، انا تقريبا بشربه، يعني الازازه دي ما بتستخدمهاش، يعني ما بتقعدش معايا يوم مره يعني في التنظيفه يعني.
يعني انا بشربها حرفيا، والشاور والتايل والسيراميك وكله بغسله بيها. ازازة الحمامات نفسه بحطها وبغسلها بالليفه، بتطلع زي الفل. طبعا الفابلوس اغلبيتنا عارفينه، في روايح كتيره منه في اغلبيه المحلات. الحجم الكبير ده هتلاقوه في المحلات الكبيره زي بي جي وكاسكو سامس، في احجام طبعا صغيره في وول مارت برضو. دي من الحاجات اللي انا ما بقدرش استغنى عنها، يعني شايفين هو عندي ده وعندي ده وعندي ده اكسترا زياده وعندي ده اكسترا زياده، انا بشربهم بصراحه، يعني من الحاجات اللي انا بشربها. برضو من الحاجات المستخدمات اللي احنا نستخدمها حلوه قوي في البيت البونه. البونه ده لتنظيف الخشب، حلو قوي قوي، سواء هارد فلور سواء فاينل سواء الليمونيد او البامبو، يعني بيمسح كل حاجه ما بيطبعش. في طبعا في انواع فيها الزيوت بتعمل واكس على الخشب، لا ده حلو قوي، بيعملش بوكس، انت بتمسحي بيه وعلى طول يعني بتنشفي. عايزه تخلي عندك هارد فلور وعايزه تخلي الهارد فلور بيلمع، هتحطي زيت زيتون مع ميه سخنه وشويه خل وتمسحي بيهم، بس طبعا مش ميه كتير عشان طبعا في الخشب بيشقق من الميه. الهارد فلور طبعا ما بيشققش من الميه ولا حاجه، بس يعني ايه انك تحطي شويه ميه. الباونتي انا بحب، دي من اكتر انواع المناديل انا بحبها، يعني دي العش. انا بشربه يا جماعه، انا بشرب المناديل في البيت بطريقه غريبه، يعني انا ما بستخدمش اي قماش انشف او فوط، لا هو انا بستخدم المناديل. وبصراحه انا بجيب الكميه من كاسكو، بس انا لما بتنزل عليها كوبون، هي الكرتونه ب 25 دولار، بس انا لما بتنزل عليها الكوبون بتبقى ب 20 بشتريها. لو ما نزلتش الكوبون بشتري بتاع كاسكو لما بكون بقى محتاجه، بس انا في الطبيعي بيبقى عندي دايما يعني اكسترا موجود في البيت. لكن لو يعني رفور مثلا وانا ما خدتش بالي واشتريت، او هما كانش بقى له فتره على الكوبون والكلام ده، فلو اتزنقت بستخدم الماركه بتاع كاسكو، بس في الاغلبيه انا بستخدم الماركه دي على طول. كده انا خلصت دول. اوكي تعالوا بقى على الزب لوج، اللي هي طبعا عارفين داخلين على مدارس وعايزين اللانش بوكس للعيال وعايزين نحط السندوتشات، واللي بنجيب لحمه او صلصه او فراخ وعايزين نقسمها في اكياس. انا عملت حلقه قبل كده عن الاكياس بتاعت اكيا دول. كل كيس ليه مقاس، يعني بصوا هنا الكيس ليه مقاسين، واحد واثنين، واحد واثنين من عشره وواحد واحد من عشره، وهنا في الاثنين التلاتة وفي الاثنين ونص، يعني هو دايما في مقاسين، مقاس صغير ومقاس كبير، وكل كيس فيهم بلون، يعني كل كيس فيهم. انا بحاول افتح لكم كده بس يعني عشان انا بصور وماسكه ده، فيعني ايه بصوا اهي من جوه هتلاقوا اللونين، ده لون وده لون، المقاس ده لون اهو والمقاس ده لون تاني، بيبقوا الاثنين جنب بعض كده. من الحاجات الحلوة هي دي تقريبا بخمسة دولار او باربعة دولار، انا اقول لكم بكام. يعني دي كانت انا كنت جايباها على خصم بتمانين سنت، فانا عندي كمية منهم، فلا هي من الحاجات الحلوة ان انا ما بستغناش عنها. يعني انا عندي ده، يعني انا عندي ده الزب باج، وفي انواع منه الكثيرة والكبيرة، وشوف شكله ده. بس انا ما بحبش غير اكيا، اكيا في فرايتي اكتر، في مقاسات اكتر، مش موجوده في الزب لوج زي ده، غير خامته كمان تقيله، ده مش تقيله زيه كده. فدي من الحاجات اللي انا استخدمتها وكانت حلوه وعجباني وجميله. ده حلقه على شويه منظفات اللي احنا بنستخدمها بطريقه يوميه. هعمل لكم حلقات على كل حاجه، اعمل يعني حاجه المطبخ هعمل لكم حاجه، التوابل هعمل لكم حلقه عن التوابل، يعني هخش شويه في حاجات ديتيلز بيت، مش هنبقى رغي وبس، لا هشوف لكم حاجات تستفيدوا منها في البيت. لو انت جاي جديد انا عارفه ان الحاجات دي تبقى مهمه، انت تبقى جاي مش عارف تجيب ايه ولا تعمل ايه، فدي من الحاجات الحلوه اللي احنا بنستخدمها كلنا هنا. والواحد لما بيدي يساعد حد في معلومه انه يعرف يجيب حاجه، بعد فتره بتكون الحاجه دي، احنا كلنا طعم الاكل مثلا بيبقى متغير، طريقه التنظيف احنا مش واخدين، احنا بنطلق ميه مثلا، لكن هنا الوضع مختلف، فاحنا لما بنساعد بعض في حاجات الدنيا تبقى احسن. استنونا في حلقات تانية جايه من هاني وماريا في بدل امريكان. باي باي.